وهلأ مشاهدينا رح ننتقل لروبورتاج نحضره سوا عن شركة يو فود الرائدة بمجال استيراد المواد الغذائية ذات الجودة العالية يلي نظمت عشاء بهدف إطلاق منتجات مجموعة ميراتورغ بحضور السفير الروسي السيد ألكسندر روداكوف وعدد من أصحاب المطاعم والفنادق وأبرز الطهاة المحترفين. تم خلاله عرض أحدث تقنيات طهي وتحضير اللحوم من شركة ميراتورغ. منشوفه سوا. شركة لبنانية بتشتغل بلبنان من أكثر من 29 سنة، منوزع ومنستورد ومنوزع بالسوق الماركات عالمية. بما أنه بعدنا من وراء هالأزمة منآمن بلبنان ومنآمن أنه بعد في عنا أمال، قررنا أنه ننظم هيدا الإيفنت لنعرف زبوناتنا أكثر على الميت برودكتس يلي عم نجيبهم. سبيسيفيكلي بهيدا الإيفنت رح نكون عم نعرض بس الميت برودكتس، في عنا شيفية جايين من برا تيفرجوهم كيف بيقدروا يستعملون بأحسن طريقة لحتى نشجعهم أكثر كمان ونشجع القطاع السياحي بلبنان.